قسم تطوير الفنادق في نيوم نعمل على تطوير المواهب السعودية وبرامج ابتعاث داخلي وخارجي في مجال الضيافة، لأننا مؤمنين بأنه الشباب السعودي هو المحرك الأساسي لكل الوجهات الجديدة في المملكة. أتوقع أن حبي لهذا المجال ما بدأ معايا، لكن بدأ مع جدي رحمة الله عليه، لأنه كان جزء من شغله هو الحج، فأحس أنه هذا الشيء متأصل فينا. من ضمن البرامج اللي بدأناها برنامج في فنون الطهي في أكاديمية زادك بالخبر. أنا اخترت الضيافة كمهنتي لأني أبغى أكون جزء من التغيير اللي حيصير في السعودية في مجال الضيافة. أكثر شيء جذبني في مجال الضيافة هو إدارة الفعاليات، كيف أقدر أسوي لها إعلان وكيف أقدر أسوي لها تسويق. أكثر شيء متحمس له في مجال فنون الطهي أن يكون في المستقبل كوادر سعوديين مختصين في هذا المجال، أنه أطباقنا المحلية طورها وتوصل للعالمية. وفخور أني هكون جزء من التغيير اللي حيصير في مجال الضيافة في المملكة. ما في أحلى من أنه إحنا نحيي ثقافة الكرم والضيافة اللي موجودة عندنا، والأهم إننا نرجع ولو جزء بسيط من فضل المملكة علينا.